حظوظه أقرب إنه يكون متواجد دور الثمانية. والله شوف إن شاء الله حنا بإذن الله يعني إذا رجعت عناصرنا الثلاثة اللي غابت في المراحل السابقة يرجع الشهراني الوضع الطبيعي أساس نكون ثقل في الدفاع، يرجع البيشي المحور الثالث اللي تكلمنا عنه البارح لأنه كان في برضو مشكلة عندنا من العمق حتنحل مشكلة العمق، تفعيل الطرف اليسار اللي هو بسالم، وحنا نعرف أنه فيه لا مركزية بين اللاعبين في المقدمة يغيرون هتان وسالم وفهد المولد يغيرون مراكزهم، وحسين المقاوي دائما يدخل من العمق زي دور إدواردو في الهلال تقريبا، يجيك من الخلف وتلقى راس حربة في الستة يعني فاجئك بوجوده يعني، فهذه الطريقة ممتازة إذا إن شاء الله بإذن الله توفقنا ما نستعجل على النتيجة زي ما حصل مع مباراة قطر، حنا كنا ندور الكرة إلا نبغى نفوز عليها، انت مو محتاج تفوز اصلا انت متاهل، ف يعني اعطيتهم فراغات هم كانوا يتمنونها لانهم يلعبون من على الهجمات المرتده وفضيت لهم المساحات. هذه الفراغات اللي تتحدث عنها هي التباعد ما بين خط الدفاع والوسط بالذات، هذا صحيح، هذا مش خط الدفاع والوسط، انت تحسب دائما احنا نحسبها في التدريب بين خط الدفاع وخط الهجوم، الوسط هذا هو عامل ربط، المفروض المسافه ما تزيد عن 28 متر، هذه إذا كان الفريق منظم، شوف أنت الفرق في أوروبا تحس أن خط المهاجمين وخط المدافعين قريبين من بعض، وهذا هو المطلوب، خاصة لما تخسر الكرة أنت مش في حالة انتشار، أنت في حالة ارتداد، أنك تدافع عشان تأخذ الكرة، لما تستلم الكرة يبدأ الانتشار عندك، هي هذه كرة القدم، أنت في حالة دفاع لازم تضم، لازم اللاعبين يرجعون يساندون، لذلك المشاكل اللي تحدث هو في عملية الارتداد من يرجع للوسط على أساس يكون أول خط دفاع هو منطقة الثلث الأوسط، وهذا يهمنا كثير، المباراة اللي راحت له القطريين متراجعين وإحنا نحاول نعمل عليهم وبرسنج في ملعبهم وهم يلعبون على إيش؟ المرتدة. وهذا يمكن نقطة ضعفنا. في حاجة مهمة جدا، لو مثلا ما نقول لو لكن هذه كرة قدم، فرصة فهد المولد لو تسجلت مثلا حتضطر تخليهم يطلعون من منطقتهم، حينتشر على اساس يعدل النتيجه، كذا انت خلاص انت سيطرت على الفريق الثاني بحيث انت صرت تتحكم في رتم الاداء مش هو،